مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. قبل أن نبدأ ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط أصبح جاهزا لاستقبال مباريات المونديالتو الذي يقام في المغرب خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل. وستدور أطوار هذه النسخة من مونديال الأندية بين العاصمة الرباط وعروس البوغاز طنجة، إذ سيستضيف ملعب الرباط 4 مباريات من بطولة مونديال الأندية. خضع المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لإصلاحات شاملة في الفترة الأخيرة، شملت المدرجات ومستودعات الملابس وقاعة الندوات والبوابات الإلكترونية وتزويد الملعب بشاشة إلكترونية كبيرة وتجديد المرافق الصحية وتوفير التجهيزات المتطورة ضمنها كاميرات المراقبة، فيما لم تشمل الإصلاحات الأرضية نظرا لوجودها في حالة جيدة. كما خضع الملعب لإصلاحات تجميلية حتى يكون متناسقا مع بطولة المونديالتو ويكون جاهزا لهذا الحدث العالمي. وكان المسؤولون قد قرروا إغلاق الملعب لتجهيزه للمونديالتو، مما اضطر نادي الجيش الملكي لاستقبال مبارياته في الملعب البلدي بالقنيطرة. وعرفت الأشغال بهذا الملعب تسارعا كبيرا جدا من أجل إنهاء الإصلاحات في الوقت المحدد، ليكون المجمع الرياضي في أبهى حلة وفق معايير عالمية تطابق تلك التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله سيحتضن أولى مبارياته في المونديالتو بلقاء الوداد البيضاوي والهلال السعودي يوم 4 فبراير المقبل، كما يستضيف مواجهة نصف النهائي التي تجمع ريال مدريد الإسباني بأحد أندية أوكلاند سيتي والأهلي المصري وسياتل الأمريكي. وكانت الحكومة المغربية قد حددت مبلغ 23 مليار سنتيم لإصلاح مرافق ملعب الرباط خلال السنة الجارية، و24 مليار و300 مليون في أفق سنة 2024، ضمن مجهودات المغرب الرامية لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.